السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. سوبر جول 5، طلاب الصف الثالث المتوسط، الوحدة الخامسة. هناخد النهاردة إن شاء الله الوحدة الخامسة. since when، منذ متى؟ شباب، الكلام ده في صفحة 54 و55. إن شاء الله النهاردة هناخد درس الريدنج، قطعة القراءة اللي موجودة في صفحة 54. قطعة القراءة يا شباب بتتكلم على تاريخ المؤثرات الإيه؟ الخاصة. طبعا المؤثرات الخاصة بإنتاج الأفلام، بإنتاج المسلسلات وغير ذلك. طيب طبعا كاتب لي العنوان A History of Special Effects. A History of Special Effects، تاريخ الـ Special Effects، المؤثرات الإيه؟ الخاصة. A History of Special Effects، تاريخ المؤثرات الخاصة. طبعا فوق بيقول لي Before Reading، قبل القراءة. What do you know about early film production؟ What do you know about early film production؟ What do you know about early film production؟ يعني ماذا تعرف عن early film production؟ إنتاج الأفلام الأولية أو البدائية. يعني طبعا أكيد شكل الأفلام بالمؤثرات اللي عليها حاليا اختلف كتير جدا عن بداية صناعة الأفلام في قبل 1900، يعني سواء في 1800 وحاجة. طيب What do you know، السؤال التاني، What do you know about special effects؟ What do you know about، ماذا تعرف عن special effects؟ ايه معلوماتك وايه معرفتك عن special effects، المؤثرات الايه الخاصة. طيب نبدا كده، قلنا history of special effects، تاريخ المؤثرات الايه الخاصة. نبدا كده البداية، نشوف بدأت امتى. Audiences have been fascinated by the moving images in films ever since the Lumiere brothers first showed short films in a cafe in Paris on December 28, 1895. تاني يا شباب، بيقول لي audiences have been fascinated. audiences اللي هي الجماهير او المشاهدين المتفرجين، have been fascinated يعني انبهروا او اعجبوا by the moving images. انبهروا بالايه؟ بالموفينج ايمجز، الصور المتحركه. كلمه موفينج متحركه، وايمجز يعني صور. يبقى انبهروا by the moving images in films، في الافلام. ever since، ever since يعني منذ. The Lumiere Brothers، الأخوان رومير، first showed، أول مرة showed، عرضوا علينا short films، الأفلام القصيرة، in a cafe، في مقهى، in Paris، في باريس، on December 28، في طبعا الكلام ده كان في 28 ديسمبر 1895. طيب. That day the audiences screamed when a train on the film came straight toward them. That day، في ذلك اليوم. The audience، الجمهور، اتفقنا الاودينس اللي هو الايه؟ المتفرجين او الجمهور. The audience screamed، صرخوا. الاودينس، الجمهور، screamed، صرخ. When the train on the film came straight toward them، عندما القطار، اول طبعا مره يشوف القطار في الفيلم. خدت بالك القطار هو داخل عليك في الشاشه، تحس ان هو يعني هيقترب منك لو الاول مره تشوفه. طبعا هم اول مره يشوفوا ايه، خافوا ان القطار ده جاي عليهم، فهم سكريم، صرخوا. when a train، عندما القطار، on the film came straight toward them، جاء في اتجاه. طيب since then، ومنذ ذلك، film makers have used various techniques to amaze viewers. since then film makers have used various techniques to amaze viewers. since then، ومنذ ذلك الوقت، film makers، صانع الافلام، have used، قد استخدموا various techniques، تقنيات متنوعة ومتعددة، to amaze، حتى يدهشوا ال viewers اللي هم الايه؟ المشاهدين. viewers يعني المشاهدين. these techniques from the art of special effects and create visual illusions on the screen. يبقى these techniques from the art of special effects، طبعا التقنيات، هذه التقنيات او الفنيات، from the art of، من فن الـ special effects، المؤثرات الخاصة، and create، وخلقوا او ابدعوا the visual illusions. visual illusions اللي هي الايه؟ الخدع الادراكية. visual illusions يعني خدع ادراكية او خدع بصرية. خدع الايه؟ البصرية. visual يعني بصري او مرئي. visual illusions يعني الخدع البصرية، on the screen، على الشاشة. ننتقل للجزئية الثانية. One of the first special effects used in motion pictures was discovered by accident. One of the first special effects used in motion pictures
was discovered by accident. بيقول لي واحدة one of the first واحدة من أول special effects المؤثرات الخاصة دي used in motion استخدمت في الموشن في الحركة used in motion استخدمت في الحركة اللي هي الموشن بيكتشرز الصور المتحركة was discovered اكتشفت by accident اكتشفت بالإيه؟ بالصدفة while filming in the streets of Paris in 1896 يبقى الكلام ده كله اكتشاف المؤثرات دي واحدة منهم اكتشفت by accident يعني بالصدفة while filming أثناء التصوير in the streets في شوارع the streets of Paris في شوارع باريس الكلام ده in 1896 في سنة 1896 جورج ميليز كاميرا stopped and started again جورج ميليز كاميرا كاميرا جورج ميلي stopped توقفت عن اللي هي التصوير and started again وبدأت مرة تانية يعني الكاميرا توقفت عن التصوير بدون إرادة ثم بدأت اللي هي التصوير مرة أخرى طيب when he viewed the film later he found that the stop trick had caused a bus to turn into a carriage and pedestrians to disappear or change into different people. شوف الكلام ده كده شباب. بيقول لي when he viewed the film عندما يعني شاهد الفيلم بقى مرة تانية later he found that اكتشف ان the stop trick خدعة التوقف دي had caused تسببت فيه بقى had caused a bus to turn into a carriage. يعني في يعني قبل التصوير كان في بس لكن بعد التصوير التصوير بدا بكارج اللي هي العربيه الايه اللي بيشدها الحنطور او الايه او الحصان طيب عربيه الحنطور او اللي بيجروها الخيل والحصان هاد كوزد ا بس ان الباص تو تيرن انتو ا كارج اتحول الى ايه الى كارج تمام عربه حنطور او عربه حصان اند بيدستيريانز يعني في المشهد الثاني البيدستيريانز اللي هم الايه الماره اللي بيمشوا على رجليهم الناس الماره بيدستيريانز تو ديسابير يختفوا or change into different people أو يتحولوا إلى ناس مختلفة. طبعاً دي خدعة جت by chance. تمام؟ جت by إيه؟ by chance بالصدفة أو by accident. by accident. طيب نكمل. because the film sequence had been interrupted. السبب اللي تسبب في الكلام ده because the film sequence اللي هو تسلسل الفيلم أو تتابع الفيلم had been interrupted. يعني حصل له interruption يعني انقطاع أو توقف طيب the picture seemed to mysteriously change before his eyes the picture seemed to mysteriously change before his eyes the picture الصورة بقى seemed to يبدو أن أو اتضح عليها أن هي إيه mysteriously change في تغير mysteriously تغير غامض كده في تغير غامض في الصورة بدأ أن هو يظهر before his eyes أمام أعينه Since then ومنذ ذلك الوقت filmmakers صانع الأفلام have used tricks like this بدأ أن هم يستخدموا ويعملوا tricks خدع مثل هذه like this to make people see things that didn't happen in a real life يبقى since then قلنا filmmakers صانع الأفلام have used tricks استخدموا ايه tricks خدع like this مثل تلك اللي احنا قلناها أن الباص بيتحول بعد كده لإيه لكاريج to make people لجعل الناس see things يروا أشياء that didn't happen لم تحدث in real life في الحياة الإيه في الحياة الحقيقية نكمل قطعة الريدنج طيب filmmakers today still use other old techniques such as miniatures and the animation of small scale models filmmakers today وصانع الافلام اليوم still use ما زالوا يستخدموا still use ما زالوا ايه يستخدموا other old techniques يعني فنيات او تقنيات قديمه اخرى such as مثل miniatures اللي هي النماذج المصغره او الهياكل الايه المصغره شيء صغير بس ممكن ننزله على شكل ايه كبير miniatures and the animation of small scale models وكمان غير النماذج الهياكل الصغيره animation اللي هي الايه الصور المتحركه animation of small scale models يبقى الرسوم المتحركه للنماذج الصغيره one of the most famous special effects in film history was the title character in King Kong made in 1933 يعني كده يبقى one of the most famous واحد من الاكثر شهره
في الفيمس في السبيشال افكتس اللي هي المؤثرات الايه الخاصه هذه ان فيلم هيستوري في تاريخ الافلام واز ذا تايتل كاركتر. ذا تايتل كاركتر اللي هو عنوان الشخصيه ان كينج كونج في فيلم ايه كينج كونج ميد ان 1933. الكلام ده كان في سنه 1933. اوكي ذا هيوج غوريلا ايه بقى المؤثر ده؟ ذا هيوج غوريلا on top of the Empire State Building was actually only 18 inches هي 45 سنتيمترز هاي. يبقى المؤثر ده اللي هو الهيوج غوريلا الغوريلا الضخمة اللي هي ظهرت قدامنا في الفيلم on top of the Empire State Building اللي ظهرت على قمة الايه الامباير ستيت بيلدينج اللي هو مبنى المقاطعة الملكية او مبنى الامباير ستيت was actually كان في الحقيقة only 18 inches. يبقى الغوريلا دي كان ارتفاعها فقط 18 ايه بوصه 18 بوصه او 45 طبعا ايه سنتيمتر 45 يعني اقل من نص متر يعني غوريلا صغيره جدا ولكن بالمؤثرات ظهرت ان هي ضخمه وهيوج وظهرت طبعا فين على التوب على قمه الايه الامباير ستيت بيلدينج مبنى الامباير ستيت او مبنى المقاطعه الملكيه. ذا فيلم كونتيند ميني ريفوليوشنري تكنيكال انوفيشنز فور اتس تايم. The film contained والفيلم احتوى على many revolutionary technical innovations for its time. احتوى على العديد من الايه من الابداعات. كلمه innovations يعني ابداعات يعني حاجات مصنعه جديده او ابتكارات. يعني الفيلم احتوى على طبعا كلمه revolutionary اللي هي ثوري technical فني innovations ها innovations ابتداعات او ابداعات او تمام يبقى كان مليء بالابداعات الفنيه الثوريه المؤثره فور اتس تايم في تلك الوقت في ذلك الوقت. طيب الجزء الثاني انذر كلاسيك ملمح اخر او فيلم كلاسيكي اخر انذر كلاسيك ووز ستار وورز اللي هي حرب الايه النجوم 1977 اند اتس سيكوالز ونتائجها او توابعها. يبقى انذر Classic was Star Wars 1977 and its sequels. يبقى قلنا طبعا ايه فيلم كلاسيكي اخر كان عبارة عن ايه حرب النجوم الكلام ده في 1977 و and its sequels ونتائجه. الكلام ده created by George Lucas. الكلام ده created يعني انتج او اتصنع بواسطة مين جورج لوكاس. His ideas for the imagery and the action scenes were so fantastic that the special effects crew often had to invent new techniques to accomplish them. يبقى his ideas for the imagery and the action scenes. His ideas of course for للايه imagery and the action scenes للمشاهد الايه الاكشن اللي هو الحركه and imagery والتصويريه بالمشاهد التصويريه والمشاهد الحركيه أفكاره في الموضوع ده were so fantastic كانت رائعة جدا were so fantastic that the special effects لدرجة إن ال special effects المؤثرات الخاصة هذه special effects crew لو طاقم أو فريق عمل special effects often had to كان عليه إن هو invent يخترع new techniques تقنيات جديدة أو فنيات جديدة to accomplish them إن هو إيه ينجزهم أو يكملهم تمام. They made many improvements in effects technology and developed a computer-controlled camera to create scenes with more realistic motion. But they made many improvements. هم عملوا العديد من الـ improvements تحسينات in effects technology في تكنولوجيا المؤثرات and developed وطوروا أو نموا a computer-controlled camera. كاميرا كمبيوتر طبعا او كاميرا التحكم بواسطة يعني بواسطة الكمبيوتر to create لخلق او انشاء او لعمل ايه scenes مشاهد with more realistic motion مليئة بالايه بحركة واقعية realistic motion يعني حركة ايه واقعية او حقيقية. طيب ننتقل للجزء التالي اخر جزء بعد كده بناخد الاسئلة. Nowadays digital technology has given special effects to a totally new dimension. Nowadays digital technology طبعا nowadays في الوقت الحاضر في هذه الايام digital technology has given special effects
A totally new dimension. طبعا اعطت التكنولوجيا الرقميه المؤثرات الخاصه بعدا بعدا جديدا تماما. يبقى التكنولوجيا الرقميه اللي هي ديجيتال تكنولوجي has given اعطت special effects المؤثرات الخاصه a totally new dimension. A totally new dimension يعني بعد جديد تماما. فيلم such as Jurassic Park, Toy Story, Transformers, and the Pirates of the Caribbean have become references in the art of visual effects. Again, شباب, films such as Jurassic Park, Toy Story, Transformers, and Pirates of the Caribbean have become references in the art of visual effects. نترجم. بقول لي films, أفلام such as مثل Jurassic Park, أفلام زي Jurassic Park اللي هو حديقة اللي هي Jurassic, Toy Story قصة دمية ستوري قصة توي ستوري قصة دمية ترانسفورمرز اللي هم المتحولون فيلم المتحولون and Pirates of the Caribbean قراصنة الايه البحر الكاريبي افلام مثل هذه have become قد اصبحت ايه references مراجع اصبحت مرجع او يعني بيرجعوا لها يعني بيستدلوا بيها in the art of في فن الايه الفيجوال افكتس المؤثرات المرئيه او البصريه فيجوال افكتس المؤثرات الايه البصريه. طيب imaginary situations and characters that only existed in books and comic books such as Spider-Man have also been made to look realistic on television thanks to computer generated images. نشوف الجزء الثاني imaginary and imaginary situations المواقف الايه التصويريه imaginary situations المواقف الايه التصويريه and characters والاشخاص that only existed اللي كانت فقط موجوده in books في الكتب and comic books والكتب الايه والكتب الكوميديه او المضحكه such as Spider-Man زي Spider-Man يعني زي مثلا كتاب Spider-Man قصة Spider-Man دي كانت قصة فقط موجودة في كتاب سواء كان كتاب كوميدي طيب ايه اللي حصل لها بقى وقصص كتير زيها have also been made to يعني صنعت او اتحولت to look لان تبدو realistic لتبدو واقعية on television على شاشات الايه التلفزيون التلفزيون thanks to بفضل computer generated images بفضل الايه بفضل الصور المنتجه بواسطه الايه الكمبيوتر computer generated images بفضل الصور المنتجه على الكمبيوتر the art of film making never stops فن صناعه الافلام the art of film making never stops لن يتوقف فن صناعه الافلام لا يتوقف ابدا What amazing visual effects will filmmakers use in the future? طبعا ده سؤال يعني استعجاب. What amazing visual effects? ما هي ال visual effects؟ قلنا المؤثرات الايه؟ البصرية المدهشة will filmmakers سوف يقوم صانع الافلام ايه باستخدامها use in the future في المستقبل. ما هي التأثيرات او المؤثرات المرئية المذهلة التي سيستخدمها صانع الافلام في المستقبل؟ You will see them. You will see them on the screen soon. سوف تراهم طبعا وتشاهدهم على السكرين على شاشات التلفاز soon قريبا. كده شباب بنكون خلصنا قطعة الريدنج ننتقل إلى جزء الخاص بالإيه بالأسئلة وكل سؤال هنطلع إجابته من القطعة ونتعلم إزاي إن إحنا نحله. أول حاجة عندي إكسرسايز إيه بيقول لي match the words with their meanings. Match وصل ال words الكلمات with their meaning. طبعا ده الحل وهنشوف معاني الكلمات. اول حاجه عندي كلمه تكنيك اللي هو ايه اسلوب او طريقه تكنيك يعني اسلوب او طريقه طبعا الكلام ده موجود عندي في الدي بيقول لي away يعني طريقه of doing things away of doing things طريقه لفعل الايه الاشياء نمبر 2 sequence اللي هو تتابع او تسلسل تسلسل او تتابع ان الاشياء تكون في تسلسل ما بينها طبعا اخر حاجه عندي actions اللي هي الاحداث or events يبقى actions or events الاحداث in a particular order وتكون في particular order يعني order يعني ترتيب particular محدد ترتيب نمطي كده فبنسميه ايه sequence تتابع للاحداث interrupt يعني يتسبب في توقف الشيء يعمل له كده تعطيل يبقى interrupt معناها يتوقف او يتسبب في توقف الشيء او يقطع
سبب في التوقف يعني interrupt اللي هو الإيه اللي هو stop stop in the middle stop in the middle يعني توقف في المنتصف كده قبل الانتهاء يحصل له أي شيء يعمل إعاقة أوكي miniature 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 طبعا اللي هو عبارة عن هيكل أو نموذج صغير نموذج أو هيكل صغير اللي هو طبعا البي small model small model innovation 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 اللي هو إيه يا شباب إبداع أو ابتكار إبداع أو ابتكار طبعا a new way نوصلها بالA a new way of doing things a new way of doing things يعني a new way يعني طريقة جديدة of doing things لعمل أشياء أنت بتعمل شيء بس بطريقة جديدة بتبدع في الشيء بتبتكر طيب accomplish 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 يعني ينجز الشيء أو يكمله ينجح في إنجاز الشيء يبقى يكمل شيء أو ينجزه اللي هي C succeed in doing something succeed in ينجح في doing something عمل شيء راجعهم تاني يبقى أول كلمة عندي قلنا technique technique sequence 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 interrupt interrupt miniature 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 innovation 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 accomplish 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 طيب ننتقل الى اكسرسايز بي السؤال الايه الثاني طبعا اول حاجه في اكسرسايز بي عندي اول سؤال بيقول لي هاو لونج هاف اودينسز واتشد فيلمز هاو لونج يعني كم طول المده هاف اودينسز الاودينس اللي هم المتفرجين او الجمهور واتشد فيلمز الجمهور بدا يشاهد الافلام من سنه كام او لمده كام سنه نشوف اول فيلم اتعرض كان سنه كام كده في اول جزء في القطعه عندنا دي بداية القطعة نرى كده مع بعض بقول audiences have been fascinated by the moving images in films ever since the Lumiere brothers first showed لما showed يعني ظهروا short films بداية short films in a cafe in Paris on December 28 1895 يبقى البداية لما ظهرت short films الأفلام القصيرة كان سنة كام طبعا كان في 28 ديسمبر 1895 خلاص دي البداية لظهور الأفلام وبدأت الناس إن هي تشاهد الأفلام من سنة كام 1895 طبعا في آخر السنة ده 28 ديسمبر يعني تقريبا يعتبر 1896 لأنه قبل انتهاء العام بيومين ده 28 ديسمبر أوكي فدي طبعا الإجابة اللي احنا علمنا عليها طلعناها من القطعة هو بيسألني هاو لونج طول المدة كام يعني احنا دلوقتي في 2020 الكلام ده كان قبل 1900 ده 1895 يعني أكتر من 1015 سنة أكتر من 115 سنة أو أكتر من 120 سنة تمام؟ فطبعاً بنقول audiences have watched movies since 1895 طبعاً التاريخ موجود عندنا في القطعة فوق 1895 يعني أو ممكن نقول for more than أكثر من 115 years أكتر من 115 عام طبعاً هنطلعنا الإجابة من خلال القطعة عشان نشوف كيف يجي لنا في الاختبار في الامتحانات بنتعلم ازاي ان احنا نجاوب على السؤال من الايه من القطعه انتقل للسؤال الثاني نمبر 2 how was the stop trick discovered how was the stop trick لو احنا فاكرين الستوب تريك خدعه التوقف discovered اكتشفت ازاي طبعا خدعه التوقف اللي هي ساعه الكاميرا ما توقفت عن العمل وبدات تاني وكان في باص الاوتوبيس وتحول الى كارج بس بقول لك هاو الكلام ده اكتشف ازاي اكتشفوا الكلام ده ازاي طبعا الكلام ده اكتشفوه يا شباب بالصدفه by accident by accident ده موجود عندي في السطر الثاني one of the first special effects used in motion pictures was discovered by accident الكلام ده اكتشف من خلال الايه من خلال محض الصدفه بالصدفه خالص طبعا والكلام ده عرفوه لما شغلوا الكاميرا ثاني while filming in the streets of Paris in 1896 جورج ميليز كاميرا طبعا stopped and started again when he viewed the film later he found that the stop trick اللي احنا بنسأل عليه بس بيقول لي اتعرفت ازاي طبعا الكلام ده كله اتعرف by accident بالصدفه had caused a bus to turn into a carriage تسبب في ان الباص اتحول بعدها الى كارج وطبعا البيدستيريانز اللي هم المارة الناس اللي ماشيه على رجليها to disappear بيختفوا and or change into different people يتحولوا الى ناس ايه الى ناس اخرى طبعا احنا كده علمنا على الاجابات يبقى الاجابه كلها المختصر نقول له by accident من خلال محض الصدفه يبقى the stop trick was discovered هي الاجابه by accident بالصدفه سؤال نمبر 3 what special effect was used for king kong what special effect ايه هو المؤثر او التاثير الخاص was used for استخدم في كينج كونج طبعا كينج كونج ده التايتل
التايتل كاركتر ده عنوان الايه الشخصيه اللي في الفيلم. ايه المؤثر اللي استخدم؟ طبعا لو احنا فاكرين في الفيلم المؤثر اللي استخدم طبعا اللي هي الجوريلا، الغوريلا اللي كانت صغيره تمام 45 سنتي وبدات تظهر ان هي ضخمه على الايه على المبنى الضخم، مبنى المقاطعه الضخم الملكيه. نشوف الكلام ده في القطعه كده عندي. فيلم ميكرز توداي ستيل يوز اذر اولد تكنيكس ساتش از مينيتشرز اند انيميشن اوف سمول سكيل مودلز. ايوه نخلي بالنا من انيميشن اوف سمول سكيل مودلز، النماذج الصغيره، النماذج الايه الصغيره. وان اوف ذا موست فيموس سبيشال افكتس انا اتكلم عنه، وان اوف ذا موست فيموس سبيشال افكتس ان فيلم هيستوري ووز ذا تايتل كاركتر ان كينج كونج. هو ده اللي بيسالنا عنها ان ايه ان كينج ان كينج كونج، ده اللي في السؤال فوق يا شباب، هو دي بدايه الاجابه عندي. هنقول له one of the most famous special effects in film history was the title in character King Kong made in 1933. ايه هو بقى؟ the huge gorilla. هو ال huge gorilla on top of the Empire State Building was actually only 18 inches او 45 سنتيمترز. دي يا شباب الاجابه تمام. وادي الاجابه نقول له ان a small model small model of a gorilla small model of a gorilla يعني نموذج صغير للغوريلا was used استخدم but in the film ولكنه في الفيلم it looked large ظهر وكأنه large ضخم. طبعا كبر الصورة وبدأ ان هو ايه large. طبعا دي اجابة مختصرة، ممكن احنا نكتب الكلام اللي احنا عملنا له underline حطيناه تحت خط نكتبه في الاجابة عندنا. فهنقول له the huge gorilla on top of the Empire State Building was actually only 18 inches اللي هي 45 سنتيمتر هاي. الغوريلا الضخمة اللي على قمة الامباير ستيت بيلدينج واز كانت اكشوالي كان فقط بس كام 18 بوصة او 45 سنتيمتر. اوكي ننتقل الى السؤال الرابع. How did the special effects crew of Star Wars create realistic motion? How did كيف استطاعت السبيشال افكتس كرو. طبعا انا بعدها سبيشال افكتس كرو يعني طاقم فريق عمل، كلمه كرو يعني فريق العمل، فريق عمل اللي هو المكلف بالسبيشال افكتس المؤثرات الخاصه دي. كيف استطاع فريق عمل المؤثرات الخاصه وفي ستار وورز في فيلم طبعا ستار وورز اللي هو حرب النجوم، كيف استطاعوا ان هم كرييت يخلقوا لنا ويعملوا لنا رياليستيك موشن، عملوا الحركه الواقعيه دي ازاي، الحركه اللي هي الواقعيه. نرجع للفيلم كده ندور على كلمه في القطعه على الجزء الخاص بالستار وورز، الستار وورز تمام، ونشوف الجزء اللي هم اخترعوه فين. الستار وورز عندي بدا بيقول لي another classic was star wars. طبعا الكلام ده 1977 and its sequels وتوابعه. بيقول لي created by George Lucas his ideas for the imagery and action scenes were so fantastic that the special effect crew ايوه السبيشال افكت كرو اللي بيسالنا عنه often had to invent اخترعوا ايه بقى new techniques to accomplish them. طيب they made اللي عملوه بقى لو بيسالنا عنه الحاجه اللي جابه they made هم عملوا بقى عملوا ايه بقى هو بيقول هم عملوا ماذا صنعوا how did تمام ماذا صنعوا they made many improvements عملوا تحسينات كتيره in the effects technology في تكنولوجيا المؤثرات and developed وطوروا لنا كمبيوتر كنترول دي كاميرا. هم عملوا كمبيوتر كنترول دي كاميرا to create scenes لخلق مشاهد with more realistic motion. تمام انا كده الكلمات اللي موجوده في السؤال عندي الكلمات الجوهريه انا عاوز realistic motion اهي موجوده عندي اخر كلمتين في السطر realistic motion والستار وورز طبعا موجوده عندي وعاوز اللي هو طبعا السبيشال افكتس اللي هم عملوها كل ده موجود عندي في اخر سطرين يا شباب. هي دي الاجابه يبقى they made many improvements. هو بيقول لي كيف عملوا الرياليستيك موشن كيف عملوها طبعا عملوها بواسطه الكمبيوتر كنترول دي كاميرا كمبيوتر كنترول دي كاميرا. طيب والكلام ده عملوه من خلال ها امبروفمنتس عملوا ها they made اجروا او اعدوا ميني ميد ميني امبروفمنتس تحسينات كتيره ان افكتس تكنولوجي طبعا في ايه في تكنولوجيا المؤثرات اند ديفلوبد وطوروا لنا كمبيوتر كنترول دي كاميرا. شباب احنا ما بنقولش الاجابه على طول بسرعه احنا بنشرح كل حاجه علشان نكون عارفين الإجابة طلعناها كيف من القطعة تمام. فدي الإجابة المختصرة عندنا they made many improvements in effects technology effects and developed a computer controlled camera to create scenes with more realistic motion. الكلام ده اللي مكتوب باللون الأحمر ده شباب طلعناه منين من القطعة من آخر سطرين.
يبقى انا ان شاء الله بعد القطعه اللي بنحلها سؤال القطعه عندي يكون سهل جدا في الامتحان ان انا احله من غير اي اخطاء ان شاء الله. خش على السؤال نمبر 5. What films have become references in the art of visual effects? What films, ما هي الافلام, have become, التي اصبحت references, مرجع. في مجموعه افلام كده قلناها في القطعه ذكرناها, قلنا الافلام دي ان هي references, مرجع, in the art of, في فن الايه, الفيجوال افكتس, المؤثرات الايه البصريه. لو رحنا في القطع هنلاقي كده في اول جزئيه في القطعه في مجموعه افلام اصبحت عندي ريفرنس مرجع, يبقى انا راح ادور في القطعه على الفيلمز اللي هاف بيكام ريفرنس مرجع. شوفها كده مع بعض. Nowadays digital technology has given special effects a totally new dimension. films such as by such as Jurassic Park, Toy Story, Transformers and Pirates of the Caribbean مالهم بقى, have become references. يبقى الفيلمز اللي احنا قلناها دي have become references in the art of visual effects. لو خدت بالك معظم كلمات السؤال موجودة عندي في الجزء هنا, فهي تكون دي الإجابات بعلم عليها. الأفلام دي قلنا ايه, Jurassic Park, Toy Story, Transformers and Pirates of the Caribbean have become طبعا references. أنا عاوز بس أكتب اسم الفيلمز اللي هي Jurassic Park, Toy Story, Transformers and Pirates of the Caribbean. تمام يا شباب, نكتبها باللون الأحمر. فيلم such as Jurassic Park, Toy Story, Transformers, Transformers and Pirates of the Caribbean. دي الإجابة. ننتقل للسؤال السادس, آخر سؤال معانا إن شاء الله النهاردة. Have you seen any of the films mentioned in the article? What's your opinion of them? تمام. سؤال طبعا بيسألك السؤال ده للقارئ, للطالب. Have you seen, هل أنت شفت any of the films mentioned, التي ذكرت, أي من الفيلمز, الأفلام التي mentioned, ذكرت in the article, في المقال اللي احنا قرأناه. طيب what's your opinion, ما رأيك of them. طبعا هنقول ان احنا شفنا, فهقول له yes I have. okay. طيب what's your opinion of the films, طبعا الفيلمز دي احنا ان هم fantastic, ان هم good, ان هم great and so on, I liked them. فهقول له yes I have, they are really fantastic, هم فعلا fantastic, رائعين, I like them. كده شباب بنكون وصلنا لنهاية درسنا اليوم, على وعد للقاء في حصة قادمة إن شاء الله. ما ننساش إن احنا نعمل لايك للفيديو وشير وتعليق مناسب فضلا منك, دعما لنا لعمل المزيد من الشروحات. ما تبخلش علينا بإن تعمل لنا لايك للفيديو وتعليق مناسب دعما لنا لعمل المزيد من الشروحات والفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.